صلاة النبي، يا نهارك اسود، ايه ده؟ بيدور عليا، يا حاج الحيلي والنبي يا حاج، انت رحت فين يا وليه انت؟ يا لهوي قلب البحر بقى، انت بقى اللي كنت جايب التمساح وعامل كل ده؟ لا وبتصورني كمان ومنزلها. هو الموضوع مش مستاهل يعني كل ده؟ ده كان مقلب. مقلب يا رحمك، انت كنت عاملها على نفسي يالا، بعد كل عملت في الاخر تقولي مقلب؟ يعني حضرتك يا بابا، هو انا كنت عملت كده من فراغ؟ مع حضرتك خليت اشتغل في الفندق كله، ده مفيش شغلانه في الفندق ما اشتغلتهاش. على العموم انا مسافر 3 ايام، عندي ماموريه في الشغل وسايبك لامك. امك بقى هي ومزاجها، سيبت عليها 3 ايام 4 ايام هي حره. طب الحمد لله، ماما هتبقى ارحم شويه. ماما طب جعان، طب اي حاجه، انا قلت ام بابا يمشي هتفكنا على طول، انت بتعمل حاجه ليه؟ بس يا رحمك. طب بصي، احنا ممكن نعمل ديل، ممكن مثلا تفكيني واروح اجيب لك الطلبات انت عايزها كلها، وبعد كده تربطيني تاني. والنبي على ماما برضو، عشان اول ما افكك تروح مفلق. ده انا ماما يالا يا جدعان، حرام عليك، احنا لو كفار مش تعملوا فينا كده. طب بس يا كلب البحر، بدل ما امه اوريك معاملة الكفار اللي بجد. حاضر. يا كلب البحر بتهرب. الحمد لله فكيت نفسي. يا عليك المهم متعلق برضه. والله العظيم احلى حاجه دي الحاج يسافر، لا اكل ولا ترجي ولا اي حاجه. كل ده زي ما انتم مربوط ده، او كافر ما هتعملوا فيا كده. الله عفوين يا رب. انا ضربت واتعلق. ماشي. الاول ايه عشان باخد حقي. هو يا دوبك كان مرض بيهزم. ماشي يا قوم. انا قلت بقى اول ما يمشي هتفكني في ثانيه. يعني ايه مسيبني كل الحرارة. والله العظيم. جوه لا ده انا وقعت احسن، لازم تدوس الرقبه. لقيتها والله. يبقى احنا نجيب لامي فار، بس اجيب لها فار. الغباوه دي، زي ما جبت التمساح اجيب الفار. عايزين ايه؟ فار بالريموت. يا سلام على الجمالات. لعبة فار بالريموت. هو ده. اقول لك ايه؟ انت ازاي تخش جوه؟ بعدين تخبطها لما تخشي؟ ليه انت اتخضيت كده ليه؟ وبعدين بتعمل ايه يعني؟ هو ايه اللي بتعمل ايه؟ يا بشيل شوية حاجات. تشتري حاجات؟ مش حاجات نعنون؟ بصي هتلاقي كل الحاجات اللي انت عايزاها، هتلاقي ميك اب، هتلاقي ملابس، هتلاقي اكسسوار، هتلاقي الكترونكس، هتلاقي لابتوب. شوف انت مش كنت عايز تجيب لابتوب؟ هتلاقي اي حاجه انت عايزها هتلاقيها هنا. هو ايه اللي فيها وفيها وفي مالك يعني؟ انت بتطلع لها دعايه، مش هتبقى كده صاحب الشركه، مش هتعمل كده اصلا. في ايه؟ عشان ما بقتش اي حد بقى ليا كود هنا يا ماما. نعم يا اخويا، انت يا كلب البحر بقى ليك كود فيها؟ مجرد دي انت تشتري اي حاجه من على نون، مجرد انك هتحطي بعدها الكود بتاعي اللي هو اي كي، واخده بالك انت، او اي كي 5، هتاخدي خصم 10% على اي حاجه. يعني هي اصلا نون عامله خصومات على الحاجه بتاعتها كلها 10% و10% كمان من الكود بتاعي، ولو اشتريتي اي منتج من اكسبريس هيوصل لك توصيل مجاني. ايه ده؟ يعني انا لو عايز اجيب لابتوب اللي كان نفسي فيه، هي فيها خصم 10% و10% من الكود بتاعك، ولو من اكسبريس هتجي لي مجانا؟ طب ماشي، بس انا مش عارفه اعمل الكلام ده ازاي. سهله جدا، مش حوار تعالى. بص يا ست، مجرد ان انا اخترت الحاجات اللي انا عايز اشتريها مثلا، واجي عند الكود اروح مدخل الكود بتاعي اللي هو اي كي او اي كي 5، بص هيروح مديني خصم 10%. بس كده مش حوار. طيب ماشي يا كلب البحر، يا دوبك فلوس انا محوشها تجيبهولي. يلا شوف انت رايح فين بقى. والله شيء خطير بقى. فين الفور؟ ايوه هو ده. انت حاجه تعيش ماما حاجه. انا افتح باب يعني.
في اكل بالبحر انت اول مره شوف في حياتك بتجري على الباب. حضرتك جاي لك شحنه فور؟ فور؟ يا عم مفيش حد بيقول اسم الشحنه. واقف بتلغي مع مين بره يا كلب البحر؟ يا ماما ده واحد صاحبي بقى اكلمه في حاجه. لسان طيب يا باشا. نعم؟ لسان طيب. حضرتك طيب يا باشا. لسان طيب يا باشا. يا عم انت تبي تاكل وانت طيب. طيب يا باشا. يا عم انا دافع ثمنها خلاص بقى. بنت وحده مسائيه. تعمل ايه يا باشا؟ ايوه وين البحر؟ تمام يا رب الناس دي. ماله الواد ده؟ مش مظبوط اليومين دول. ده احنا هنخرمها. حلاوتك. قل قوي ده. شوف كلبة البحر دي راحت على فين؟ انت فين يا سيف فهمتي؟ هتيجي امتى؟ حلوة قوي يعني انت النهارده بقيت عند صاحبتك. لا ده انا بس بطمن عشان كنت عايز افتح النت. اتنقل لي الشخص خلصان اصلا هموت منك انت ايه؟ سلام. ايه كل المسامير ده؟ انت لو بجد مش تبقى كده. حلاوتك كمان عينك حمرا. دي الرعب يا. خد 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 بيتك. حلو قوي ده. يلا بينا. يا غبي يا غبي. مش مطمن. لمحت حاجة بقى. أنت يا ب... يا كلبة البحر. أنت قاعد عند صاحبتك. أنت يا زيت. يا نهار اسود انت يا كلب البحر. يا نهار اسود يا نهار اسود. فرعجي فرعجي عندي في الشقة. انت يا زيف. انت وقت يا كلب البحر تيجي تلبس الهاند فري مش سامع. انت بتعديله ازاي ده؟ عديله ازاي؟ والله العظيم انا شفت الغزو. نهار اسود ده بيطير. فار بيطير. اروح له فين؟ اروح له فين؟ يا كلب البحر غرت على اني داعيه وانا هفضل على حبيتي في الصاله يومين ثلاثه. هو بقاله فتره ما ظهرش الحمد لله. اه يا حرام يا فر البلعات. بيسرق جبنه من الثلاجه. بيسرق جبنه من الثلاجه. كده كسرت الكوبايه. الحمد لله جيت تحت المنظر. انا هنهرب على الاوضه. يا لهوي يا اختي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا ابو سماعه. في اي حد يلعب موبايل؟ موبايل. ترد عليا يا حاج. رد عليا انت ازاي؟ تلاقيك سافرت مراقد الشغل. ايه يا حاج؟ في فرق في الشقه يا حاج. في فرق في الشقه قد كده. عارف يا شقه في الحاج عمال اجري منها. يعني ايه يا 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 حاج رد ده يا حاج؟ يا حاج بس انا نايم. انا نايم ولا كده؟ ويمشي هو الواحد لغايه لما كان البحر ده. انت يا كلب البحر. راح فين الجزمه ده؟ انا بس نايم. انا بس نايم لغايه لما ايوه انا حلمت طبي ولا شفت يعني ايه فاضي يشرب سجاير؟ اكيد كل ده كان حلم. ايوه انا كنت بحلم. ايوه انت يا كلب البحر. الحمد لله ده كان حلم. ده كان انا كنت بجري ورا ابني. بس انت
انا كانوا يعلقوني يا اسطى بسبب عشان عملت بقول لك ايه والله العظيم ده اتقد انا محضر لهم شويه تريكات لا امي طيب اخر حاجه اخد عليها من الفار لا اقول لك انت